ينزل ليه سيدي عامر ما يفرقش فيه والطابع شدود الله من الله والوالديه او السر والضرافات عليه وخيمه كبيره خصني نسفان بيها ربي سيدي واخا غايب والله الحاج ماني ناسيه
والحاج احمد الحبيب هنا يخطيه والفاميله كامله كتبغيه خدم بالنيه وبانت عليه وبالحق الحاجه وها هي واقفه في هاد الشيء والمهندس حاضر بيديه وفي الوقت قريب العريس واللي كيجيه وخصني انا خوت العريس كل واحد يحضر من جيه ياك العرس رشيد وكنفرح فيه واو المهندس الحبيب لهنا يخطيه احمد خالك والله باني ناسيه وتا هو ركيزه وعول عليه واو رضوان هوا جاي حاضر بيديه بعد الله يغيب احمد خلصني عليه انا لا Thank you.
والله يحفظ لينا للحجة اللي نورتها السهرة وهي نباك تجيب الصخرة أو المهندس وليدو تهوى كيجيب الصخرة والله يحفظ لي ولادي السو كاملين في مرة وبالحق الحاج محمدين كان غيضيعني في هاد السهرة وقال لك مسكين غيسر قولوا البحيرة ويجعل اللي دا منها غابش يجعلوا بحال الكلب يمشي بالعلام and